بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين هنا في جدة، حيث نتابع أحداث مباراة الكاراتيه الهامة والمرتقبة بين البطل طارق عز الدين والبطل الصيني تونغ لي. طارق 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 طارق. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ها، مستعد يا طارق؟ الحمد لله، أنا على أتم الاستعداد. تونغ لي قوي وعنيد، والمباراة لن تكون سهلة. أعرف يا كابتن، إن شاء الله سأبذل كل جهدي كي أكون عند حسن ظنك. أنا واثق في قدراتك، المهم أن تكون واثقا من نفسك وعند حسن ظن أهلك وجمهورك الذي جاء لتشجيعك والوقوف إلى جانبك. المسؤولية كبيرة، وستكون إن شاء الله قادرا على تحمل هذه المسؤولية، وستفوز. ستفوز على تونغ لي. سأفوز إن شاء الله. مباراة اليوم أعزائي المشاهدين، كما يقول خبراء لعبة الكاراتيه، ستكون مباراة عنيفة قوية. كل من البطلين عنده الحافز القوي للفوز، وأهمية هذه المباراة لها أكثر من جانب. أولا، الفائز اليوم سيصبح وبحق بطل آسيا، وسيصعد الفائز إلى المباراة الربع نهائية على بطولة العالم، والتي يتربع عليها حاليا البطل العالمي فرانك، وهو معروف عالميا بالدبابة البشرية التي لا ترحم. صحيح أنه لا يلعب اليوم، ولكن اسمحوا لي أن أخبركم بعض الشيء عن فرانك. لن أقول إنه لم يهزم في حياته سواء محليا أو دوليا، لن أقول إنه بطل العالم في الكاراتيه من 6 سنوات، لكن يكفي أن أقول إنه دائما ما يترك عاهة مستديمة في الخصم الذي يلاعبه. والآن أعزائي المشاهدين نعود إلى مباراتنا، حيث أرى البطل الصيني ينزل الملعب. والآن أعزائي المشاهدين ينزل إلى أرض الملعب البطل العربي طارق عز الدين. طارق 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 طارق. يلا طارق طارق طارق. يلا طارق طارق. يلا طارق. يلا طارق. ثوان أعزائي المشاهدين وتبدأ المباراة الكبيرة. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلت على الله. والآن تبدأ المباراة الكبيرة. طارق طارق اضرب يا طارق، اضرب جامد. أهلا يا عمي. أهلا يا كريم. متى بدأت المباراة؟ دلوقتي حالا. يلا يا طارق اضرب اضرب يا طارق. البطلان في المواجهة. ضربة من طارق لا تصل إلى البطل الصيني، واضح أنه لاعب قوي. ها هو يطير ويصيب طارق بضربة قوية، طارق يكاد يقع ولكنه يتماسك. تونغ لي تونغ لي تونغ لي تونغ لي. ألم أقل لكم أعزائي المشاهدين إن المباراة لن تكون سهلة؟ وها هو تونغ لي يعاود الهجوم وتوجيه ضرباته القوية لطارق. سيدي فرانك، هل تشاهد المباراة؟ نعم يا جيمي، مباراة سخيفة لا تستحق الاهتمام. لو نزل الاثنان أمامي فسوف أسحقهما. ما هذا؟ ضربة رائعة من طارق تصيب البطل الصيني. طارق 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 طارق. يبدو على تونغ لي الغضب الشديد. ها هو يوجه عدة ضربات لطارق الذي استطاع ببراعة أن يتفاداها. وها هو طارق يوجه ضربة قوية لوجه تونغ لي ترد على محاولاته السابقة. يبدو أن طارق يتمتع بلياقة بدنية عالية، اصمت الآن يا غبي. اللعبان يناوران بعضهما. يبدو على طارق التصميم الشديد على الفوز. تونغ لي يبدو كخصم عنيد، إنه يقاتل بشراسة. تونغ لي لا يزال يوجه ضربات قوية لطارق. المباراة الآن أصبحت في قمة الإثارة، وها هو طارق يعمل حركاته البهلوانية المعروفة ويوجه ضربات قريبة لتونغ لي. طارق يطير في الهواء ويوجه ضربة قدم أكثر من رائعة إلى تونغ لي. ترى ماذا يفعل تونغ لي أمام هذا الإعصار المدمر المتمثل في بطلنا طارق؟ طارق 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 طارق. البطل الصيني لا يستطيع الوقوف، والحكم يعلن فوز البطل طارق عز الدين بالمباراة. وبهذا أعزائي المشاهدين يقترب بطلنا العربي طارق عز الدين من مواجهة البطل العالمي فرانك، وبكل تأكيد ستكون مباراة غاية في القوة، قمة في الإثارة، وأكثر صعوبة من مباراة اليوم. الجماهير تحيي طارق. كابتن فرانك، ما رأيك فيما حدث؟ اسمع يا جيمي، سأحضر إليك على أول طائرة. اجمع معلومات عن طارق. لا بد أن أحطم هذا المدعو طارق. بمناسبة فوز صديقي العزيز طارق في ماتش النهاردة، اسمحوا لي أغني أغنية ألفتها ولحنتها النهاردة. مبروك مبروك يا طارق، مبروك مبروك يا طارق. شكرا يا كريم، صوتك جميل. شكرا شكرا. المهم طبعا كلكم هتحضروا الماتش بتاعي بكره، عاوزكم تشجعوني زي ما شجعنا طارق. ان شاء الله سيفوز فريقك وستحرز اهدافا جميله يا رب. اسمحوا لي بقى امشي عشان لازم انام بدري. طارق. نعم يا كابتن. متى ستسافر الى الرياض؟ بعد غد ان شاء الله، وسيسافر معي كريم لحضور مهرجان الجنادريه. سنبدا التدريب بعد عودتك من الرياض باذن الله، وخلال هذه الفترة سأعطيك كل ما كتب عن فرانك وبعض شرائط الفيديو المسجل عليها مبارياته الأخيرة. يبدو أن لقائها مع فرانك سيكون في غاية الصعوبة. نرجو من السادة الركاب ربط الأحزمة. الطائرة تستعد للهبوط إلى مطار جدة إن شاء الله. فرانك، لقد جمعت لك معلومات كثيرة عن المدعو طارق. أوصلني الفندق وعود إلى طارق، لا تدعه يغيب عن عينيك. فيما تفكر يا فرانك؟ سأخبرك ليلا. استمر في جمع معلوماتك عنه.